صباح الخير بالليل يا جدعان. الناس كلها بتبدا تنام وانا اللي بصحى. نفسي ان انا اظبط نومي، انام بالليل زي الناس عادي، اصحى الصبح زي البني ادمين، انما انا لا. من ساعة ما جيت هنا امريكا ما بعرفش انام بالليل خالص، ما بعرفش، يعني قليل جدا. طول الوقت بكون سهران بالليل وانام الصبح. مثلا لو عندي شغل، عندي كلية، عندي اي حاجة، اروح وانا نايم حاجة تخنق. جربت براشيم كتيرة ولسه برضو ما بتعملش حاجة. يعني خدت براشيم كتيرة اللي هي تخلينا نام ومش بنام. مش عارف، كنت سامع صوت عركة كده. طبعا النهاردة السبت، فالنهاردة يوم اجازة هنا في امريكا. سبت وحد عامة اجازة غير عندنا في مصر. عندنا في مصر الجمعة بس اللي اجازة، هنا في سبت وحد اجازة. فطبعا دلوقتي الوقت بالليل، دلوقتي الناس كلها بتخرج، بيروحوا البار، بيروحوا الكلاب اللي هو الديسكو، اللي يرقص يشرب خمور كل حاجة. سبت وحد طبعا. لا عامة هما مثلا بيبدأوا يشربوا مثلا من جمعة، مثلا جمعة بالليل اما كله يخلص شغل، لان كده كده بيبقوا صاحيين اجازة، فبيشربوا الجمعة بالليل كده. يعني يا جدعان والدنيا جميلة. بص بقى، دلوقتي انا كنت سهران مع اصحابي، بعد كده دلوقتي داخل الوول مارت. الوول مارت دوت فيه كل حاجة انت عايزة، زي كارفور كده، اكل، هدوم، اي حاجة. الساعة دلوقتي 4:30 الفجر، انا ما بعرفش انام بالليل خالص. يلا بينا، تعالى اوريك الوول مارت شكله ايه كده. ده يا جماعة الوول مارت، تيجي هنا تاخد عربية، خش هنا تلاقي كل حاجة. مثلا الفواكه، خضروات متلجة، كلها متلجة. طبعا لو مش عايز متلجة، في هنا سندوتشات، لا ده لحم خنزير ده. هنا طماطم، بطيخة يا جدعان شكلها قرعة. انا مش عارف يعني بعد ما يخبطوا عليها كده في مصر كده هتبقى حمرة يعني ولا ايه بالظبط، مش عارف. وده طبعا بطيخ. دي طبعا مانجا، كيوي، باينابل، ودي جوافة، وده ايه ده يا جدعان، تين شو كده ولا ايه مش عارف. المهم من هنا في كل حاجة. وده قرع بيستخدموه في الحلوين، بيعملوا بيه اشكال وكده. ده موز، بس موز للطبيخ بيطبخوه. وهنا بقى خضروات، دي برضو كلها خضروات. في هنا طبعا بتاع بتنزل مية على الحاجات عشان تبقى ساعة وفريش. يعني هنا بقى فاكهة بس متقطعة جاهزة. هنا بقى التلاجات دي كلها فيها ايس كريم، ودي فيها كيك وحاجات من دي كلها متلجة.
وهنا كل ده اكلات مجمدة، بيتزا مجمدة يا جدعان. ده هناك هنا في قسم هدوم ملابس. طب انا خلصت شوبينج ومروح البيت، مروح بقى اكل. وانا باكل كده اسمع لي فيلم، اظبط الدماغ، اشرب قهوه، ابيب، اظبط دماغي. بعد كده مش عارف بقى هعمل ايه. دلوقتي الدنيا بدات تبقى ساقعه عندنا هنا، مش عندنا، انا مش، لا تصدق انا بقيت امريكا خلاص. وبعد كده الناس كلها بدات تلبس تقيل، انا ما بحبش البس تقيل، انا بحب الجو ده خالص، يعني بحب الدنيا تكون ساقعه، بحب التلج. طبعا عندنا في مصر لو في درجه الحراره دي ممكن كلهم يقعدوا في البيت ما يخرجوش بره البيت. انا لو نزلت مصر ممكن امشي ببوكسر في الشارع عادي. فكده يعني اي حد عاش بره يعني في المناطق اللي فيها ساقعه وكده خلاص هو اتعود عليها. طبعا لو نزل مصر يقدر بشورت يمشي في الشارع عادي، يعني ممكن تمشي في الشارع بشورت، هو الدنيا مش هتكون ساقعه ولا اي حاجه في عز الشتاء في مصر. فالساقعه حلوه يا جدعان، ساقعه حلوه. يلا يا جدعان انا وصلت البيت دلوقتي، بس قريب جدا هعمل فيديوهات كويسه وفيها حاجه كويسه باذن الله. ومع السلامه.